بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات من الصحافة المحلية والدولية، لقد كان لنا الشرف كوسيطين ممثلين للاتحاد الأفريقي ودولة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية أن نكون شركاء في مرحلة حاسمة من تاريخ الحديث لهذا البلد العظيم السودان وهذا الشعب العريق الأصيل الذي يجب أن يخرج من بوتقة الفقر ومن بوتقة الحصار المفروض عليه ومن سجل ما يسمى بدولة داعمة للإرهاب. هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي الذي تكاثف أبناؤه، لا أقول الفرقاء ولا أقول الجهتين، ولكنني أقول الكتلة الواحدة الموحدة بجيشه العظيم المجلس العسكري الانتقالي وأبنائه الأشاوس قوة إعلان الحرية والتغيير. هنيئا للسودان، هنيئا لأفريقيا، وللصحافة الأثيوبية أقول بزاري أولاد لبزوق زي يتساتف نبات يا سودان يدردر يا مجمر يا مأراف بسلام تساكتوال شرم لك يمسقن مسقنام لكبرتك لاي منستر أبي أحمد Idrasacho. It is a great moment that the people of the Sudan have reached this historic moment. The parties, I would not say the different entities of the Sudan, but a unit, a united front that represents the gallant army of the Sudan, the Transitional Military Council, and of course the revolutionary youth, intellectuals, pioneers who have taken to the streets to stand for democracy, for change in this country. The Sudan deserves this moment. God bless the Sudan. God bless the Sudan and God bless Africa. I would also like to thank the chairperson of the African Union's Commission, Dr. Moussa Faki, for his efforts in allowing us to be part of this initiative, and for the Prime Minister of Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, a man of vision, a man who believes in Africa, a man who stood for democracy in Ethiopia. I thank you.